اهلا بيكم مره تانية. ودلوقتي هنتعلم ازاي نبتدي نفك العده بتاعتنا بسهوله زي ما ربطناها بسهوله. اول حاجه بوقف التانك زي ما انتم شايفين وابتدي اقفل التانك بتاعي. طبعا هنا قفلته، لو انا حاولت افتحه بايدي مش هقدر لان التانك مقفول. لكن لو بصيته هنا في المنظم هتلاقي الضغط زي ما هو موجود، فلازم افضي الهواء ده الاول. طبعا اهو هدوس على ده، على القطعه بتاعتي، ادوس هنا. بصوا ركزوا هنا في المنظم، الهواء بيبتدي يطلع من المنظم. تمام، دي اول حاجه ابتدي ان هو دلوقتي فاضي. بعد كده افك القطعه دي. ازاي بفكها؟ بضغط لقدام الخرطوم نفسه وابتدي اشد الحته اللي فوق دي، بس القطعه اللي فوق دي بس، بزق كده وخليني زائق واسحب دي معاها بكل سهوله اهو. بعد كده ابتدي احرك الريجليتور المنظم كله مره واحده، ساعات هو بيبقى ماسك شويه. وبعد كده ابتدي الف القطعه دي اللي ماسكه في الاسطوانه، الفها من اليمين من الشمال لليمين. وبعد كده ابتدي زي ما انتم شايفين بكل سهوله اهو. وبعد كده ابتدي اقفل الغطا بتاعي على طول بعد الغطسه. طيب الغطا بتاعي انا اصلا سايبه بره الغطسه، لكن في احيانا الغطا بيبقى موجود معاك في الميه. طيب اهم حاجه ما ندخلش اي ميه في القطعه دي. طيب لو القطعه دي فيها ميه لازم تنشفها. ازاي بنشفها؟ يا اما تنفخ فيها كده، يا اما بالتانك نفسه كده، يا اما بحته مثلا بفوطه او حاجه تنضفها. المهم ما تدخلش اي ميه في القطعه دي. وبعد كده بنقفله زي ما انتم شايفين اهو، وبعد كده احطه في المكان بتاعه. طيب بالنسبه للجاكيت انا بفك اهو وامسك القطعه الجاكيت من هنا من فوق واسحب لتحت، وبعد كده بريح. ودي كانت اسهل طريقه ازاي ابتدي اربط العده بتاعتي بسهوله وازاي افكها تاني بعد الغطسه. خليكم معانا عشان نبتدي بقى التمارين عشان نروح البحر زي ما انتم شايفين اهو قدامنا. هنبتدي نعمل التمارين ونجهز نفسنا لاول غطسه من كورس الاوبتيموتر. خليكم معانا.